Mes chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire la séquence 4, lire, produire et jouer les péripéties de la pièce théâtrale. Lecture, reconnaître les péripéties et leur fonctionnement dans le déroulement de l'intrigue. Séquence 4, lire, produire et jouer les péripéties de la pièce théâtrale. Lecture, reconnaître les péripéties et leur fonctionnement dans le déroulement de l'intrigue. التعرف على التقلبات والمنعطفات في قصة سيبو عندنا هاد الدعامة اللي هنعتمدوها باش نشوفو هاد الحكاية ديال الحطاب والأبناء نتاعو اللي قام للمرة الثانية أنه ضيعهم في الغابة عندنا أكس دو سين دو هادي من بين المعايير أننا تنعرفوها إن سين تياترال تتكون عندنا أكس دو سين أن أو بيان سين دو أو تخوا كالكو سوا لا سين كومونس دون لي بوا يعني ان هذاك المشهد ولا هذيك القصه بدات في الغابه لي بوا هما كذلك لا فوري لي سانك فرير شيرشون لور شومان هاد الخمسه ديال الاخوه تيقلبوا على الطريق ديال الرجوع ديالهم اي سلامونس اي بلور تو يعني انهم يندبون وخائفون سوف لو بيتي بوسي الا فقط الا لو بيتي بوسي يعني هذاك لو بيتي بوسي علاش سموه لو بيتي بوسي لانه قصير القامه وسميوه سموه داك الاسبوع الصغير الخنصر فسموه لو بيتي بوسي بحكم انه قصير كو نو فو با ليسي ديكوراجي اللي هو يعني ما تيخليش ان هذاك الخوف يتغلب عليه ولا يمتلكه لو بيتي بوسي ابيرسوا او لوان اون لوميير يعني شاف من بعيد واحد الضوء Le petit poussé, mes frères, j'ai aperçu une lumière au loin. Ne perdez pas courage. يعني قال لهم اخواتي ان رايت ضوءا ياتي من بعيد ما تخافوش دما كوراجيو بعضياتكم واعطيو تشجعوا مع بعضياتكم فرير 1 يعني الاخ الاول نو ندون با دو فو اسبوار يعني ما تعطيناش واحد الضوء ديال الامل فرير 2 نو زالون نو فير مونجي بار دي لو يعني غادي يقوم الاكل ديالنا هنايا الذئب لو فرير 3 نو زالون مورير دو فان غادي نموتو بالجوع لو فرير 4 نو زالون مورير دو سواف غادي نموتو بالعطش لو بيتي بوسي مارشون فير سات لوميير نو فيرون بيان يعني قال لهم تحركوا اتجاه هاد الضوء غادي نكونوا مزيانين Ils se mettent en marche et arrivent devant la porte d'un château. يعني انطلقوا ووصلوا أمام بوابة القلعة. فغادي ندخلوا باش نشوفوا المشهد الثاني. Le petit poussé. Eh bien mes frères, ne vous l'avais-je pas dit? Un château. يعني بوابة القلعة. Frappant et demandant l'hospitalité. يعني أننا غادي ندقوا الباب ونطلبوا الضيافة. Il frappe. Toc, toc, toc. Frère 1, personne ne répond. Remboursons chemin, nous allons avoir des ennuis. يعني لا أحد يوجد. دعنا نعود, إنه مكان مخيف. Frère 2, oui, tu as raison. نعم, إنك على حق. C'est effrayant comme endroit. يعني إنه مكان مخيف. Frère 3, non, je suis affamé. Rentrons. لا, أنا جائع. دعنا نذهب إلى المنزل. Frère 4, et moi je suis assoiffé ou anakadalika, jidou atchan. Le petit poussé, chut, j'entends des pas. L'omiani, ikhrasou, inni, ansou ila khutwatin, ou ila asemou ila khutwat. La porte s'ouvre, une femme apparaît. Youftahou l'bab wa tataharou imra'a. La femme de l'orgue, qui êtes-vous? Que voulez-vous mes petits? Ma, men antum, ma tatouridouna sigari. Frère 1, nous sommes perdus. نحن ضائعون فرير 2 نو زافون فا اي سواف نحن عطشانون وكذلك جائعون فرير 3 نو نو زافون با او دورمي ليس لدينا اي مكان يعني للنوم فرير 4 بوغيي فو نو اكويير بور لا نوي واش ممكن انك تحتضنينا في هذا الليل هذا La femme de l'orgue, mes pauvres petits, yani serar al-masakin, vous voilà bien mal tombés. إنكم أخطأتم يعني الاختيار سات ميزون إي سيل دان أورغ إن هذا المنزل لمنزل الذئب كي ديفور لي بيتي زونفون الذي يأكل الصغار صغار الأطفال جو سوي سون إيبوز أنا زوجته جو نو بو با فو ليسي أونتخي لا يمكنني أن أسمح لكم بالدخول لو بيتي بوسي جو فوز أون بري مدام أتوسل إليك سيدتي Regardez mes frères, انظري إلى إخوتي
aucun d'eux ne pouvait faire un pas de plus. يعني لا أحد فيهم يقدر أن يخطو خطوة زيادة dans ces bois effrayantes. يعني في هذا المكان المخيف. Tous nous allons être dévorés par le loup. جميعا يتكلمون. نحن سوف نؤكل من طرف الذئب. La femme de l'orgue. Entrez donc, mon mari n'est pas encore revenu dans la chasse. يعني قالت لهم ادخلوا الان زوجي لم يعد من الصيد. Mais dès qu'il sera là, لكن عندما يكون هنا, pas un bruit et cachez-vous sous le buffet. لا ضجيج واختبئوا تحت البوفيه. فهنا كملت لنا القصه ديال الحطاب والابناء ديالو. فبالنسبه لسن 1 لسن 1 كان فيها الحطاب يعني قام بواحد محاولة اولى انه ادى الوليدات ديالو للغابه وحاول انه يتخلص منهم ولكن بالذكاء ديال لو بوتي بوسي فكان تيشد لي بوتي كايو لي كايو بلونش وكان تيرميهم باش يرجع له باش يعقل ويتذكر طريق ديال الرجوع. لكن هذا ما منعش ان الحطاب يقوم بالمره الثانيه ويرجع لوليدات الغابه ويتخلص منهم. فهنايا فين مشاو الوليدات وعاودوا دقوا على هذا المنزل هذا اللي خرجت عندهم المراه ديال الزوجه ديال الديب وطلبوا منها انهم ينعسوا عندها هذيك الليله ويختبئوا لان الاخوه ديال لو بيتي بوسي ما بقاوش قدروا انه يكملوا خطوات مازال وعياو وخافوا في هذاك الظلام. إذن كانت هادو هما بالنسبة لسان 1 و سان 2 غادي نشوفو نورو الأسئلة. J'observe et je comprends. ألاحظ وأفهم. تيتا j'observe la présentation du texte support et je complète le tableau suivant. بمعنى أنني نلاحظ هذاك التقديم اللي عندنا في لاباج 144 ديال هذاك النص وغادي نكملو هذا الجدول هذا. مطلوب منا أننا نحدو لي ديداسكالي المكان لاكسيون دي فخير التصرفات ديال الإخوة les actions de petit poussé كذلك تصرفات ديال le petit poussé أخوهم الأصغر l'hypothèse de lecture relative à la nature de la scène المطلوب كذلك وهو تحديد القراءة المتعلقة بطبيعة المشهد. إذن غادي نمر باش نشوف رجعوا لباج 144 باش نشوفوا لي ديداسكالي اللي عندنا. فأول ديداسكالي عندنا وهو la scène commence dans les bois jusqu'à une lumière يعني غادي ناخذ هذه لا بارتي كامله هي واحد لا ديداسكالي. اذا ثاني ديداسكالي عندنا il se met en marche il arrive devant la porte du château انطلقوا وصلوا امام بوابه القلعه فهذا هو دوزيام. فاللي تمكن انه يكتبهم هكذا واللي ما تمكنش انه تيكتب هاد لي دو مو تيدير كذلك النقاط وتيمشي ياخذ الكلمتين الاخرتين ولا الكلمه الاخيره اون سي دو سويت. غادي نشوفوا باقي لي ديداسكالي اللي عندنا. il frappe toc 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 كذلك هنا الدقان عندنا. كذلك عندها ديداسكالي la porte s'ouvre une femme apparaît فهنايا الباب يفتح يعني ظهرت واحد المراه هذا كذلك ديداسكالي. فوصلنا هنا باش حددنا اربعه ديال لي ديداسكالي. إذن غادي نشوفو ليو المكان اللي كان وقع فيه هاد لاسان هادي وهو لا فوغي أو بيان غادي نقدرو نقولو دون لي بوا. دون لي بوا فهي نفسها دون لا فوغي حيت دون لي بوا تنعتبروها كذلك هي راهم كاينين في الغابة. أكسيون دي فخير وهي تصرفات ديال الإخوة بالنسبة للتصرفات ديال لي سانك فخير شيرشون لوغ شومان il se lamente et pleure يعني تقلبوا على الطريق ديالهم ولا الوجهه ديالهم وهما خائفين ويندبون يندبون يعني يصيحون وخائفين ومرتعشين. فرا عندنا في لا بروميير ديداسكالي. اذا غادي نمروا نشوفوا لاكسيون دي دو بيتي بوسي. بالنسبه للبيتي بوسي كيفاش لا رياكسيون ديالو il ne veut pas se laisser décourager يعني ما بغاش ان هذاك ما بغاهمش انهم ياثر عليه هذاك بل بيتي بوسي يعني تيحاول انه يبقى متشجع وما يتاثرش عليه هذوك التصرفات ديال الاخوه ديالو. لي بوتيز دو ليكتور ريلاتيف على ناتور دو لا سين فهنايا فرضيات في القراءه المتعلقه بطبيعه المشهد فهي خصنا نعطيه واحد الفرضيه من بعد ما قرينا هذا المشهد هذا.
الفرض ديال المقترح هو انه لاحظنا ان هنايا كاين مازال حنا كاينين باقيين في هذيك لاسه اللي كنا فيها قبل وهي لاسه ديال لا بيريبيسي. علاش؟ حيت حنا مازالين في احداث اخرين واقعين من وراء هذاك المشكل، من وراء لا سين دو نود. اذا باقيين تنتعمقوا في, 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 في الاحداث. فهنا تنقدروا نقولوا ان تنفترضوا اننا مازلنا في لا سين دي بيريبيسي. اذا كيفاش غادي يكون الجواب؟ بويسكيل يا un prolongement de la narration des événements et des faits antérieurs. On dit que peut-être que c'est la scène des péripéties. Fa, inchallah ta'ala ghadi nhit lkom l'ajwiba maktouba, ghadi nfoutou bach nchoufou le soual mouali. B, je compare les réactions de petit poussé à celles de ses frères et je dégage leurs traits de caractère. Le معنى ديال هاد la phrase هادي وهي انني خصني نقارن ما بين رد الفعل ديال لو بوتي بوسي وكذلك رد الفعل ردود الافعال ديال الاخوه ديالو ونستخرج السمات ديال الشخصيات ديالهم ولا التصرفات ديالهم. اذا بالنسبه لو بوتي بوسي فهو يعني ما تيبغيهمش انهم يديكوراجيوه، يعني il ne veut pas se laisser décourager. هذا هو. اما بالنسبه les cinq frères cherchant leur chemin ils se lamentent et pleurent. فهما خائفين وكذلك يندبون. Ils se lamentent et pleurent. هادو هما. بالنسبة لو بيتي بوسي il ne veut pas se laisser décourager. أما بالنسبة لي فخير ils se lamentent et pleurent. فهما يندبون وخائفون. غادي نشوفوا البقية ديال لي تري دو كاركتير ديالهم، يعني الصفات الشخصية ديالهم. بالنسبة لو بيتي بوسي فهو brave, courageux, preux, intelligent. يعني brave, courageux. فهو شجاع وكذلك brave ستعني نفس المعنى. preux كذلك نفس المعنى. وانتيليجون زيادة على الذكاء اللي عنده. بالنسبة لفخير ديال لو بوتي بوسي peureux يعني خائفون. froussard, troyeux, décourageux. هما يعني خائفون ويندبون. هادو كلهم هاد الصفات ديالهم. بوغو فروسا تروياغ ديكوراجو. سي جو ديغاج لو سونس بروبر اي لو سونس فيغوري دو مون لوميير. مطلوب مني انني نعطي لو سونس بروبر المعنى الحقيقي اي لو سونس فيغوري المعنى المجازي لكلمه لوميير. اذا بالنسبه لو سونس فيغوري لو مون لوميير تو سو كو كلير ليسبري وكذلك الانتليجونس. وهنا عندنا الانتليجونس دو بيتي بوسي. بالنسبه لو سونس بروبر، لو سونس بروبر قلت لكم هو المعنى الحقيقي ديال هذه الكلمه ديال لوميير. لو مون لوميير ديزين تو سكي رون لي شوز فيزيبل، يعني كل حاجه اللي تتخلي هذوك الاشياء مرئيين واضحين. اي كي لي كلير وتتخليها كذلك واضحه. فغادي نمروا باش نشوفوا دي Je vérifie l'hypothèse de lecture. يعني هنا غادي نتأكد من الفرضية اللي ديجا عطيت. سي فغي كيل ساجي دو لا سين دي بيريبيسي. يعني تنأكدوا بأنها هذيك الفرضية اللي ديجا عطيناها راه هي لا سين دي بيريبيسي. إذا غادي نورو باش نعطيو الإجابة مكتوبة. J'observe et je comprends. J'observe la présentation du texte support et je complète le tableau. مطلوب منا أننا نعمرو ونملؤوا الجدول. بالنسبة لديداسكالي فهادي ما تكتبوهاش، هادي غير لو شابو. غادي نكتبو ديداسكالي وغادي نمشيو هاد لي بوين روج هما اللي غادي نقلو. غادي نبدا من اول ديداسكالي. عندنا لا سين كومونس دون لي بوا. لي سانك فرير شيرش لور شومان. ايل سو لامونت اي بلور تو سوف لو بوتي بوسي نو فو با سو ليسي ديكوراجي. لي بوتي بوسي ابيرسوا او لوان اون لوميير. هذا بالنسبه اول ديداسكالي ولكن راه كبير. غادي تشوفوا في لاباج 144 غادي نشوفوا كذلك لا دوزيام ديداسكالي. عندنا il se met en marche il arrive devant la porte d'un château. هادي لا دوزيام ديداسكالي. لا ترويزيام il frappe toc toc toc. لا كاتريام la porte s'ouvre une femme apparaît. Je répète la porte s'ouvre une femme apparaît. Le lieu. بالنسبة للمكان عندنا dans les bois
La forêt. فبالنسبه دون لي بوا الى بحثوا في الانترنت فراه هي نفسها لا فوري اما تنقولوا لا فوري واما تنقولوا دون لي بوا. اكسيون دي فرير يعني شنو هي لي اكسيون ديال لي فرير وهي تصرفات ديال الاخوه. لي سانك فرير شيرش لور شومان ايل سو لامونت اي بلور فهم تيقلبوا على الطريق ديالهم وهم يعني يندبون وخائفون. اكسيون دو بيتي بوسي تصرفات ديال لو بوتي بوسي اي نو فو با سو ليسي ديكوراجي ما حاول تيحاول انه ما يخليهمش ياثروا عليه يعني ويبقى متشجع. لي بوتيز دو ليكتور ريلاتيف ا لا ناتور دو لا سين فهنايا الفرضيه المقترحه وهي puisqu'il y a un prolongement dans la narration des événements et des faits intérieurs on dit peut-être que c'est la scène des péripéties. اذا قلت لكم مادام كاين واحد التمديد وزياده في الاحداث وكذلك في الوقائع فلربما وهي لا سين دي بيريبيسي. باس بي جو كومبار لي رياكسيون دي بوتي بوسي ا سيل دي سي فرير اي جو ديجاج لور تري دو كاركتير يعني غادي نقارن ردود الفعل ديال لو بوتي بوسي مع الاخوان ديالو وكذلك نستخرج سمات ديال الشخصيات ديالهم. بالنسبه لو بوتي بوسي فهو براف courageux, preux, intelligent. يعني وهو شجاع. كاملين هادو عندهم نفس الدلالات. courageux, شجاع, preux و intelligent زيادة على ذلك فهو ذكي. لي سانك فرير. peureux, خائفون. بوسارد, طويار, ديكوراجو. هادو هما السيمات ديال الإخوة. خائفون ويندبون. يعني كل العبارات اللي عندها علاقة بالخوف وهكا. إذن غادي نمرو لسي. سي جو ديجاج لو سونس بروبر اي لو سونس فيغوري دي مون لوميير فمطلوب مني انني نعطي المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ديال كلمه لوميير. فبالنسبه لو سونس فيغوري وهو المعنى المجازي لو مو لوميير تو سو كو ايكلير لسبري لانتيليجونس وتيدلنا كذلك على الذكاء وهنايا المجاز اعلى من على لانتيليجونس دو بيتي بوسي. إذن غادي نمرو le sens propre ou le معنى الحقيقي. Le mot lumière désigne tout ce que rend les choses visibles qu'il éclaire. يعني كل حاجة اللي تتخلي الأشياء واضحة ويعني مضوية ومنورة. Je retiens. Les péripéties sont des événements ou des indices imprévus qui interviennent dans le déroulement d'une action, marquant un changement. فهنا عطونا التعريف ديال لي بيريبيتي. لي بيريبيتي وهي التقلبات والانعطافات وهي التي وهي احداث كذلك او ادله غير متوقعه تحدث في سياق اجراء ما بمناسبه واحد تغيير فهنايا عندنا لوغ بيس ايتون دو مانتونير لانتيغي اي لو سيسبونس فالهدف ديالو هو الحفاظ على الاهتمام وعنصر التشويق. Attente, angoissée de ce qui va se passer chez le lecteur ou bien le spectateur. Fa, على أمل ولا بهدف يعني يشوفوا على أمل انتظار ما سيحدث للقارئ أو للمشاهد. فهذا هو التعريف ديال لي بيريبيسي. غادي نمرو باش نشوفو جو ميكزيرس. Je relis la pièce intitulée Le Petit Malade, voire lecture 2 de la séquence 1. Et je précise la partie relative aux péripéties et leur fonctionnement dans les déroulements de l'intrigue. Je ne sais pas la question à dire il y aura autre vidéo. Radin Chauffeau B. J'imagine la suite des péripéties à partir des éléments suivants. فبالنسبه لهذا السؤال هذا فمولي لهذا النص هذا ديال لا باج 144 هادشي علاش غنخدموا ب ما غاديش نخدموا ا. فمطلوب منا يعني ايماجين لا سويت دي بيريبيسي فمطلوب منكم انكم تخيلوا تكمله ديال هاد البيريبيسي في هاد لاباج هادي في هاد لاكت اللي عندنا دي زيليمون ونتخيلوا الاحداث ديال هاد لاسان هادي ولكن عطونا شي نقاط اللي نتبعوها. عندنا لاريفي سودان دو لورغ غادي يجي هذاك لورغ يعني في واحد بغتة ولا فجأة. Réaction du petit poussé et de ses frères. مطلوب منا كذلك نحدو هذاك ردود الفعل ديال le petit poussé ou l'ikhwa diawlo.
la réaction de la femme de l'orgue. Quand elle est comme elle n'a pas de jour, le dos de fer, elle dit Zouja, dit l'orgue, dit Deb. Idan, elle n'a pas de nom de Namoudaj. Idan, elle n'a pas de nom de Tessima, dit le père Pissi, l'ichefna. Fa, soudain, la porte a frappé. Yanni Fesh, Aten, El Babo, Yedok. Andna, la femme de l'orgue, Zouja, dit l'orgue, confuse, Mostariba. Bonsoir, mon chéri. L'orgue, bonsoir, j'ai très faim, donne-moi à manger. Yani, Anaji de Jaer, Artini, l'akel. La femme de l'orgue, elle est prête à table. Inahou Jaïs, al-Maïda. L'orgue, où sont mes filles? Appelle-les pour le dîner. Yani, Inahouma, Benati, Nadihim, Ajl, Anahoum, Yza, Shoma. La femme de l'orgue, elles ont mangé, ils se sont endormis. Yani, Rahoum, Tsha, ou Rahoum, Nasso. فعندنا هنايا واحد ديداسكالي سون لا شير فريش ديتيل اون فليرون ا دووات اي ا غوش بوي ايل فا ا دووات فير لو لي اي ايل تيرا لي 5 فرير ان ا ان فا لوغ تكلم مع الزوجه ديالو تيقول لها بلي راه تتفوح منها رائحه اللحم الطازج فهو ناض باش يقلب يمينا ويسارا حتى وصل لتحت السرير وجبد يعني لي 5 ديال الوليدات واحد مورا واحد عندنا هنا يا لوغ لوغ وي مون غران مارتو فطلب من الزوجة ديالو انها تجيب ليه لو مارتو لو مارتو هو هذاك الشاكوش ولا هذيك المقده اللي هي كبيره لا فام دو لوغ ا لابروش وهي تتقرب لعندو تتقرب لعندو كو فيتي فير الوغ كيلي نوراتي با اسي دو تون دومان اي بوي تو يا انكور تيلمون دو فيوند فهي تتقرب لعندو وتتكلم معاه قالت ليه فاليوم بشال عليك الحال وزياده على ذلك راه مازال كاين اللحم اللي غادي تاكل لوغ داكور ا دوما يعني وافقها في الكلام ديالها وقال لها واخا غادي نصبر عليهم حتى الغدا يعني باش يقتلهم لا فام دو لوغ فيني افيك موا دون لا شومبر دو مي سانك في يعني عيطات على لي بيتي فرير ديال لو بيتي بيسي وداتهم لواحد الشومبر ديال البنات ديالها فغادي نعاود معكم هاد لابارتي اللي حيت ما كانتش واضحه عندنا هنايا لوغ وي مون غون مورتو تيقلب على المقده ديالو الكبيره لا فام دو لوغ ا لابروش وهي تقترب كو فو تي فير الوغ كيلي نوغاتي با اسي دو تون دومان يعني ما باقيش ليك بزاف ديال الوقت خليها حتى الغدا اي فو تي اونكور تيلمون دو فيوند يعني مازال عندك اللحم غير باش ما يقتلش الوليدات لوغ داكور ا دومان يعني وافقها في الراي وخلاهم حتى الغد La femme de l'orgue, venez avec moi. تتكلم مع الوليدات. Venez avec moi dans la chambre de mes 5 filles. اجيو معايا للغرفة ديال بنياتي بخمسة. Les frères, merci beaucoup madame. شكرا جزيلا سيدتي. Le petit pc avait remarqué de les filles de l'orgue portaient toutes en couronne d'or sur la tête. Cela donnait une idée. يعني هنا واحد ديداسكالي ان لو بيتي بوسي لاحظ بان هادوك البنيات ديال لوغ كلهم عندهم قرينات من الذهب فوق الرؤوس فوق الرؤوس ديالهم هاد الفكره فهاد الشيء ملي شافهم هادوك الخمسه ديال البنيات عندهم قرونات ديال الذهب وهكا فجاتو واحد الفكره الفكره شنو هي لو بيتي بوسي ايكوتي مي فرير يعني جمع الاخوه ديالو وبدا يتكلم معاهم Écoutez mes frères, l'orgue peut toujours changer d'avis. Galium, l'orgue yani mumkin annahu yebdel ra'y dialo et décider de nous manger. Wa qarrar annahu yakuna bil-lil. Idan shnou qarrar annahu yedir fa hou fa hadak le petit posé qarrar annahu yebdelou hadouk li bonet dialhom khamsa lwlidat houa khouto ma'a hadouk le grona dial les petites filles dial l'orgue. Il souleva et prit les bonnets de ses frères, qu'il va tout doucement mettre sur la tête des filles de l'ogresse, après leur avoir retiré leur couronne. Schneider, fa le petit poussé, nad, oubd les bonnets d'il chouton, ou dialo, ma, le bniet d'il l'ogresse, yani hadik, zaouja d'il l'orgue. Yani bech hte les gens, hadak, l'orgue fli, oubre qtl me qtlhom, choma radi qtl, البنيات ديال ديالو وهذا اللي غادي يوقع في الاحداث المواليه اذا هادو هما الاحداث اللي كانوا في هذا البيريبيسي اللي حاولت انني نديرهم لكم نتمنى انني توفقت
ونكون شرحت لكم جيدا هاد لابارتي وهاد النموذج اللي عطيتكم. بالتوفيق للجميع. لا تنسوا ابنائي الاعزاء انكم تكونوا كرماء وكذلك تفاعلوا مع هاد الفيديو اللي سنزل. بالتوفيق للجميع. Il se leva et prit les bonnets de ses frères qu'il va tout doucement mettre sur la tête des filles de l'ogresse, après leur avoir retiré leur couronne. Et enfin, mes chers élèves, n'oubliez pas, avant de quitter ma vidéo, de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bonne chance, bon courage et bonne santé à tout le monde. La تنسوا الاشتراك في القناة وكذلك الضغط على زر لايك وزر الجرس ليصلكم مني كل جديد. بالتوفيق للجميع. في أمان الله وحفظه.